الاسم ديالي حنان إسلامة، كنخدم في العمل الجمعوي منذ سنتين تقريبا، مكلفه ببرنامج ماما طبيعه. هادي عامين وانا كنفيق كل صباح فرحانه وانا غاده نغير سلوك وليدات المغاربه تجاه البيئه. البرنامج الهدف العام ديالو يعني كيسعى انه يكسب التلاميذ واحد السلوكات ايجابيه تجاه البيئه. قبل ما كنجي للمدرسه كنتصل بالمؤطر انه يستافد من التكوين عن بعد اللي كيدار المنصه الالكترونيه اللي تخصصت لهذا الباب هذا. بالنسبه للحقيبه فهي مودات من طرف فيفو انرجي ماروك المدارس المنخرطه في البرنامج ماما طبيعه. مثلا كنلقاو لي كارت باش كيدير واحد البطاقات كيصايب بهم واحد السلسله غذائيه، فالوليدات كانه كيلعب ولكن هو راه كيستافد. كاين هذوك لي بوزل حتى هما كيحاول يقاد واحد الصوره ديال التلوث ولا واحد الصوره ديال عدم رمي النفايات في الشاطئ ولا بلي بوزل. كاينين دبلومات ديال سفراء البيئه، لان بالنسبه لنا هاد المستفيدين كلهم من برنامج ماما طبيعه فهم بالنسبه لنا سفراء البيئه. ملي كنفيق الصباح وكنعرف وانا غادي نتلاقى مع وليدات غادي نعلمهم ونربيهم على واحد الحاجه اللي ايجابيه لهذ الدرجه، ما يمكن ليا الا نكون فخوره بهذا الشيء اللي كنقوم به وسعيده انني كنساهم من الموقع ديالي في تربيه هذه الاجيال هذه، واننا كنقدموا للبيئه والحياه اطفال عندهم سلوكات تبنوا سلوكات ايجابيه تجاه البيئه على يدينا وعلى يدينا.